ما تعتل هم عميد غسان، ما حخليها تفل من هون إلا لتكون موافقة. ماشي ماشي بأمرك، ما تكتب شي بالمحضر هلأ، خليها تفوت. نورا مروان الخياط، حضرتك من سوريا مواليد 1980. صح مزبوط سيدنا. أي متى جيتي على لبنان؟ من 4 سنين. لحالك؟ ايه. وجيتي استأجرتي بالحي دغري ولا كنت بغير محل؟ استأجرت بالحي دغري. وهونيك تعرفتي على نديم وتجوزتي؟ مزبوط الله يرحمه. وعزمتي أهلك من سوريا على عرسك؟ لا ما عزمتهم. ليه؟ لأن أنا وعيلتي علاقتنا مقطوعة من زمان. وشو السبب؟ ما في سبب، قلت لك يعني نحن مثلنا مثل كل العيال هيك ما بنتفق. اها يعني ما في اسباب تانية؟ لا ما في اسباب تانية، بس يعني شو خص اهلي بخطف حياة؟ وليه ملبكة؟ ماني ملبكة ولا شيء، بس سيدنا هي أول مرة بفوت على مخفر. الله لا يلبك حدا ست نورا. تعرفي هيدا الشخص؟ شو شايفك سكتي؟ بتعرفيه او لا؟ شو خص هاي الصورة بخطف حياة؟ جاوبيني على السؤال ومن غير لف ودوران، مين هيدا؟ طيب أنا رح أقلك مين هو. هيدا أحمد شكيب اللحام، قتلته مرته من 4 سنين بسوريا وهربت. مرته بتكون حضرتك نورا مروان الخياط. يعطيك العافية يا حكيم، عم نعذبك معنا. ولا وري الصافي وجبتنا. تسلم. شباب وصلوا الحكيم على البيت وحاسبوا. أمرك رئيس. أنا ببقى بطلع عليكم. وهيدا الجرح ما بيصير يضل هيك، لازم تعقمه وتحطوا له بلاستر، بيعمل لك التهاب. انا تركته هيك قلبي بينشف لحاله. لا بده بلاستر. كتر خيرك حكيم. صافي ساعدني بدي اجلس ظهري، ما عم بقدر. علي كاتي ايدك بس، علي لي المخده. يلا